تحية لكم أينما كنتم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي. التفاعل الشعبي مع الجمهور، وكل يوم نناقش قضية وآخر مستجدات الساحة الوطنية. اليوم سنناقش أهم قضية ظل الحوثي على مدى 5 سنوات، وهي العام السادس أيضا دخل علينا، وهو يمارس الكذب والتضليل والزيف أنه استطاع صناعة الأسلحة وتطوير المنظومة الجوية، وخمس سنوات من هذا الكذب والزيف. لكن اليوم سنعرض بالأدلة القاطعة لأجل أن نصحح لبسطاء الناس المغررين بهذه الميليشيا الإرهابية التي تمارس الكذب والتضليل وتسرق وتنهب وتمارس كل الأعمال البشعة، لا لشيء إلا لأجل أن تنفذ مشروع الصرخة الخمينية، ولأجل أن تحكم بقوة السلاح وقوة الميليشيات. يا ليت أنها تحولت إلى حتى مسألة منظومة دولة، لأجل أن نقول تحصلت انقلابات في أكثر من دولة، لكنها يعني بالأخير انطرحت وعادت إلى الدستور والقانون. إلا هذه الميليشيات تجاوزت كل القيم والأخلاق. سنناقش اليوم إذن مشاهدينا الأكارم صناعة وتطوير المنظومة العسكرية كذبة حوثية للتغرير على البسطاء، هذا عنوان الحلقة. لكن بعد أن أذهب إلى هذا الفاصل الذي سنستعرض فيه بالأدلة كيف يعني سيتم دحر تلك الأكاذيب، بدءا بالقبض على شحنة لقطع غيار للطائرات المسيرة التي ظلت تتباهى الميليشيات أنها صنعتها في العاصمة صنعاء، وفي حين أنه تم القبض على هذه الشحنة من قبل رجال الأمن ما بين الجوف ومأرب قبل عدة شهور، ومثلها أيضا القبض في بحر العرب على صفقة من صواريخ حرارية وصواريخ أرض جو ضد الطيران، ربما هذه التي لم تصل إلى الحوثي لكن غيرها قد وصلت. أذهب إلى هذه الفيديوهات وهذه الأدلة ثم نعود لاستقبال اتصالاتكم كالعادة عبر تطبيق الإيمو وتطبيق الدو وأيضا الأرقام المباشرة. نتابع. أهلا بكم إذن مشاهدينا الكرام، هذا جزء بسيط من بعض الأدلة التي تثبت أن الحوثي يكذب كما يتنفس، وأنه يغرر على بسطاء الناس وبسطاء العوام أنه استطاع أن يحرر وأنه استطاع أن يصنع، وكلها أكاذيب وكلها لا أساس لها من الصحة. يعني كل ما في الأمر أنه ما خدمه هو ضعف أداء الشرعية في الجبهات العسكرية، ومن ضمنها أيضا الذهاب أو الارتماء في أحضان الأمم المتحدة لتوقف معركة الحديدة. هذه من يعني أحد الأشياء التي خلت الحوثي صمد وظل حتى اليوم. لو وجدت نية حقيقية دائما ما نقول يا جماعة من الحكومة. معي ربما أول متصلين. ألو مرحبا. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معك الحجوري. حياك يا حجوري، تفضل أخي. يا أخي لقد فضحهم الله أمام العالم وكعرفنا من فين الصناعات العسكرية واللي مسكوها القوات الأمريكية بالبحر، فكان صناعات حربية. هو الله وإن الله بريء منهم من كذبهم. الله ما هو مع الكاذبين، الله مع الصادقين. صحيح. عرفت؟ صحيح. ورب فضحهم أمام العالم، ويضحكوا على الشعب اليمني، يضحكوا على الجهلاء والبسطاء، وإحنا صناعات حربية، وإحنا نصنع قدنا نفضل صواريخ وبنبيع البدرلمن. المهم يا حبيبي، يعني مشروع فاشل، لانه ليس لديهم اي مشروع يا حجوري، لانه ما مش معهم اصلا مشروع وطني. معهم يعني يكذبون كما يتنفسون، يخدعون الناس البسطاء والمساكين، ويتلاعبوا ببعض المشاهد والصور، ودائما هو معركتهم اعلام. هم مهتمين بالاعلام اكثر من الجبهه العسكريه. هذه
هذه النهاية أصلاً نهاية بسكولهم خلاص خوشك على النهاية الآن. الآن أصبحوا مفضوحين في الجبهات، مفضوحين أمام العالم، مفضوحين أمام الشعب اليمني. صحيح. فأصبح الآن ما معاه الرهان عليهم رهان خاسر، الرهان على هذه الميليشيات. يجب أن نقول للشعب اليمني الرهان على هذه الميليشيات رهان خاسر. أيوة، وبإذن الله عز وجل بأنه بإذن الله ستحسم الأمور غريبة إن شاء الله، ورجال الرجال موجودين، طالما رجال الوطن موجودين والصادقين موجودين في كل الجبهات، والله والله إنها على نهايتهم مشروعهم الفاشل. تحية الجمهور اليمني. أشكرك. تحية الجمهور اليمني. أشكرك يا حجوري، تحية لك. ومتصل جديد. ألو ألو، مرحبا. أقول للمشاهد الكريم أيضا الذي يقول إنه الواتس مش الرقم الإيمو مشغول. ألو، اسمعني من التليفون الله يخليك. وصحح للمتصلين الذي يعني الإيمو إذا كان مشغول، تطبيق الإيمو مشغول، فالإمكان الاتصال أيضا على نفس الرقم عبر الدو. الدو ما فيش كثير على المتصلين. ألو مرحبا. ألو موجود يا شباب؟ أعود وأكرر إذا المشاهد الكريم أن ميليشيات الحوثي تمارس الكذب والتزييف والتضليل على بسطاء الناس. لا يمكن أن تحقق أي مشروع حتى اليوم على مدى 5 سنوات سوى افتتاح المقابر والزق بأولاد الناس وأولاد القبائل إلى هذه المعارك الخاسرة. ادوا لنا أي مشروع يا جماعة استطاعت أن تحققه هذه الميليشيات. حتى مسألة التصنيع الحربي الذي ظلوا يكذبوا عليه طلع كلها كذبة، كذبة كبيرة. ألو مرحبا. ألو، غير يا شباب. كذبة كبيرة، وما زال يمارس الكذب والتضليل. يعني لا حققوا للناس الأمن والأمان والاستقرار، ولا صرفوا للناس رواتبهم، ولا أيضا تحولوا من ميليشيات إلى دولة بحيث أنه يحترموا أنفسهم. يقولوا يعني بعد هذه 5 سنوات ما زالوا يمارسوا نفس عقليات الميليشيات، ويعتبرون أنه لما تكون المعركة إعلامية أنه انتصروا على الطرف الآخر الذي يتمثل بالشرعية مع الأسف، وخصوصا في ظل توقف معظم الجبهات. لو تحركت الجبهات يا جماعة كما نقول دائما في آن واحد، والله الحوثي ما يصمد أمام هذا الشعب اليمني حتى شهر. لكن مع الأسف هنالك مؤامرة قذرة سواء من المجتمع الدولي أو حتى من المعنيين. ألو مرحبا. اسمعني من التليفون الله يخليك، اسمعني من التليفون يا حبيب. ألو. وعليك السلام ورحمة الله. كيف حالك يا طيب؟ حيا مرحبا، من معي يا أخي؟ معك أبو هشام الله يحفظك. اتفضل يا أبو هشام. ايش اخبارك طيب؟ نحمد الله، انت احنا على الهواء، تفضل عبر عن رايك. انت تابعت المشاهد اللي عرضناها ولا ماشي؟ يحفظك يا اخي، الله يستر عليك. ما دام الاخبار على الوقوف وبس الحوثيين هم الذي يتقدموا هم اللي يسووا، يا اخي حرروا حيس، اهم حاجه حيس، نبغى حررنا حيس، حررنا الحدود كامل الله يحفظك. بعد تتحرر ان شاء الله ابو هشام. معظمها محررة حتى الآن. افتحوا الجبهة حيس، انقذوا حيس، حيس مرة مدمرة، حيس كل يوم يدمروها. صحيح، دمروا كل اليمن يا ابو هشام. احنا نشتي كل الجبهات تتحرك. كل الاخبار تقول صدينا الحوثي. لان احنا في هدنه يا ابو هشام، لانه اصحابنا في هدنه، يعني مفروض عليهم الامم المتحده انه المساله مساله هدنه، وهذه ميليشيات، وبالتالي تحمل المسؤوليه الامم المتحده والحكومه الشرعيه التي امام هذه الاخطاء الفادحه والفاضحه. يعني كم ميليشيات كل يوم تخترق وانتم صامتين؟ واصل يا ابو هشام. طيب واصل. طيب هم نقول الحين صامتين، بس هو كله احنا صدينا الجبهه، صدينا الحوثيين، صدينا، ما مش هجوم حقا يتقدم. يا اخي قلت لك مقيدين الاسود، مقيدين من قبل حكومه هادي ولا الامم المتحده. خلوه خلف الحكومه والشرعيه وكل الدول برا، خذوا انت الشعب اليمني معاكم، الشعب اليمني مع طارق، الشعب اليمني كله مع طارق. مهما ظلت المؤامره بتنتهي يا ابو هشام ان شاء الله. خلوهم يفتحوا جبهه حيس، لو حرروا جبهه حيس وجابوا بيت البقي، ويطلعوا شق ريبه، ويطلعوا شق داجل، وبعدين خلوا الحديد، بعدين يهجموهم على طول. ان شاء الله تصير رسالتك يا ابو هشام ان شاء الله، تحيه لك. شكرا لك يا ابو هشام. ومتصل جديد. الو الو مرحبا. موجود ولا راح يا شباب؟ والله انا انت سأل مشاهدة لك. الو مرحبا، تفضل اخي. الو، طلع لنا ارقام الايمو ولا الدو يا شباب. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال؟ حيا ومرحبا معي اخي. ابو نوره معك، كيفك؟ حياك يا ابو نوره، تفضل. كيف انتم طيبين؟ نحمد الله على كل حال. اول شيء يا طول عمر نحب نعزي ابو صاك. نعم. طيبين، تفضل على كل حال. اسمعني من التليفون يا ابو نوره. حكامي. نحب نعزي ابو صاك. اسمعني من التليفون. قلنا لك نعزي ابو صادق امين العكيمي في ولده رحمه الله عليه. نعم. ونحب ان الشباب يا طول عمر يتحركوا اللي هم يا طول عمر مقاومه الحديده. نعم. فالرجاء في الله سبحانه وتعالى وفيهم. اما بالنسبه لشرعيتنا فهي نايمه نايمه نايمه، لا تقوم من ثباتها. امورهم سابره في الفنادق، اكلين شاربين، ما عاد يهمهم لا وطن ولا شعب يا ابو نوره مع الاسف. ما عاد يهمهم شيء، قلنا لك اللي يهمهم زط او يروحوا يستثمروا يا طول عمر في تركيا ولا في اي دوله، ما عاد يهمهم شيء يعني. لابد ما تفرق ان شاء الله، رهاننا على الابطال، الابطال في مختلف القبائل، شكرا لك. لا يهمهم الجنود اللي قافلوا. اشكرك يا ابو نوره، وصلت الرساله وتحيه لك. متصل جديد، الو. الو مرحبا، طلع لنا يا اخي شرف العنوان. الو. الو مرحبا. يا مرحبا، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. الو. ايوه اخي، من تعال الهواء، من معي؟ الو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. كيف حالك يا صباحي؟ حيا ومرحبا، من معي اخي؟ معك ابو شمه. ابو شمه؟ ايوه. يبصر لك اسم ثاني؟ طيب يبصر لك اسم حالي. ابو صرخه. لا اسمع، هذا محمد الجلال، الله لا يوفقه، طلعوا امس في قناه اللحظه. ايوه يا اخي، بيجي بكلام الله لا يوفقه ولا يعطي عافيه. انا وانا وانا وكان احنا في نظام عفاش عبيد، قلت يا ابن الحلال، كانوا في نظام عفاش قايد، كان الدنيا في نعمه، والله كان الدنيا في نعمه. والحين بالعلن النظام الاول ويسب عفاش ويسب، ما هو من ادمي هذا عارف، هذا محمد النقيب. هؤلاء ما يهمنا المتقلبين، خلينا اليوم نكشف ونعري هذه الميليشيات التي تكذب على الناس انهم صنعوا وطوروا، كلها كذب، كلها اكاذيب، كلها ما صنعوا، ما فعلوا، والله ما فعلوا يا جلالي يا جل ولا سبوي. كان احنا ايام الزعيم اقسم بالله ان كان الشعب في نعمه لا يعلم بها الا الله، لكن باقوا على نعمتهم، باقوا على نعمتهم والله. طيب ما هو الحل؟ وذلحين وصلنا الى هذا الميساء، ما يعني الشعب كله الجاوع واللي في السجن واللي في الحبس واللي الناس شدتوا، الله لا يوفق الحوثيين هذا والله يعطيهم عافيه. بينتهوا ان شاء الله. الحوثيين هذا والاصلاحيين نسخه واحده. بينتهوا كل من ليس لهم مشروع وطني، بينتهي. هؤلاء مجرد يعني ادوات للخارج، ينفذوا مشاريع تخدمهم، تخدم الخارج فقط. لكن لا تخدم الشعب اليمني، وبالتالي الشعب سيعود يعني سيستعيد مؤسساته، سيستعيد دولته، كما ظلت هذه الميليشيات، بتنتهي يعني. شكرا لك. متصل جديد، الو. الو مرحبا. وعليك السلام. كيف حالك يا اخي فارس؟ حيا ومرحبا، من معي اخي؟ معك ابو غالب. حياك يا ابو غالب، تفضل. الله يحييك. اليوم الموضوع ما عندي سالفه. حول صناعه وتطوير المنظومه العسكريه التي اعلنها الحوثي كذبه كبيره، وعرضنا بالادله، يعني بالادله التي اكثر من صفقه، يعني اكثر من صفقه كانت في طريقها للميليشيات تم القبض عليها، سواء الطائرات المسيره او الصواريخ او غيرها من هذه المعدات التي تكذب على الناس انها صنعتها. اقول لك ما عندهم غير الكذب، ما عندهم غير الكذب والنص والدليل. لكن انا اوجه رسالة الى عبد الرب منصور هادي انه يلغي هذا السكن الفاشل. نعم. وخلي الامير طارق يتقدم للامام ان شاء الله. اشكرك يا ابو غالب، وصلت رسالتك. ومتصل جديد، الو. الو مرحبا. الو. إذا المشاهد الكريم، ننوه أنه يعني على مدى 5 سنوات ظل الحوثي أيضا يكذب على أتباعه، لنقل أتباعه، وعلى بسطاء الناس وعلى المساكين أنه قد دخلوا جيزان وأنه قد دخلوا نقران. أين هي اليوم؟ وبعدين كلما اقتنعوا كذبة فيها انتقلوا إلى كذبة أخرى. ألو مرحبا. ألو. ألو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ابو عفاش. اهلا يا ابو عفاش، نورت، تفضل انت على الهواء. يا استاذ فارس، اي خالجونا من اي خالجونا من الحديده قريب ان شاء الله، خلوا عملنا بالله كبير. واصل يا ابو عفاش. ريحنا كثير وصورنا كثير قد احنا تعب. طيب كل واحد ياخذ بندقه يا ابو عفاش من قيس، انتظر لما يقول عندنا يعني ولا كيف؟ كل واحد ياخذ بندقه وتحرك القبهه. يا ابو عفاش شكرا لك. وغيره يا شباب غيره، فصل. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيفكم؟ حيا مرحبا معي يا اخي. معك ابو القاسم. اتفضل يا ابو القاسم، انت على الهواء. نقول لكم ان هذه الصناعه، صناعه هي كذبه وليس بتصنيع، على من نضحك؟ التاملات. واصل واصل. قد ما صنعنا شيء من الخبراء العراقيين هم معانا. يا اخي قد اصبحت مكشوفه، يعني قد قبضوا على اكثر من مره، قبضوا وعرضناه بالصور والفيديوهات، صفقات الطيران الذي قد كنا والله صدقنا للامانه، لكن حينما تم القبض على وكشفوهم يعني احيانا شوف يا ابو القاسم، انت تعلم انه هذه الميليشيات تمارس الدقل والكذب والتزييف بصوره مستمره وباساليب، يعني خصوصا في جبهتها اعلام، اكثر من 21 قناه محليه، ناهيك عن القنوات الخارجية، أحيانا مع كثرة هذا يعني الواحد يصدق أحيانا، لكن سرعان ما تتلاشى، سرعان ما تنتهي هذه الكذب، التضليل ينتهي، التسويف ينتهي. أقول لك يا أخي أقسم بالله العظيم ما يدخل لانه ولا مثلا معارف ولا حاجة، هذا تخطيط من الإصلاح لدخولهم لإعطاهم سلاح، لإعطاهم ذخيرة. على من يضحكوا هؤلاء؟ كان الحوثي أم الإصلاح؟ صحيح، مع الأسف مع الأسف، ضحوا بأولاد الناس وضحوا بالشرفاء وبالأبطال في مختلف الجبهات، وبالأخير يعني هذا اللي بتصارع كلا الفريقين معهم مصالح، وهم يمثلوا أجندة خارجية. أكيد نحن نقول للإصلاح، والله مهما فعلتم ومهما تعاونتم مع الحوثي أنكم منتهيون. لنقول الجناح القطري يا أبو القاسم، خلينا ما نعممش الجميع، خلينا نقول أنهم في منهم شرفاء، في منهم وطنيين، إنما نتحدث عن الجناح القطري التركي الذي يمثل جماعة الإخوان، هؤلاء سيذهبون إلى مزبلة التاريخ، هم وجماعة الحوثي أذناب إيران. أشكرك يا أبو القاسم، تحية لك. متصل جديد. ألو ألو، السلام مرحبا. عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأخ فارس؟ حيا ومرحبا معي يا أخي. معك أبو عبد الله. حياك يا أبو عبد الله، تفضل. والله مع احترامي لك أحب أذكرك أن مهاجمة الشرعية والبقية الأحزاب أنك إلى 2018 وأنت تقاتل مع الحوثي في خندق واحد. أيوة بعدين. ما أحب أوضح للمشاهد بس. والله يا حبيبي قد قاتلنا الحوثي 6 حروب، وبعدين قاتلهم المؤتمر وعلى قدم خيرة الشهداء، أنتوا إيش قدمتوا؟ قدمتهم أولاد الناس الغلابة والمساكين وحطوه في الفنادق. يا أبو عبد الله من العيب، شوف يا أبو عبد الله، أن نغالط أنفسنا أو نغالط المشاهد هذا عيب. إحنا لنا سنتين وإحنا نقول يا جماعة، من العيب عليكم تهاجمون الأحزاب وتتشفون في سقوط المحافظات، ما نشف فيه أبدا. يا أبو عبد الله من العار، أن نقول أن إحنا نتشفي، كلما سقطت جبهة كلما شعرنا يعني نتألم ونحزن، الأبطال بيقدموا أرواحهم، إنما الذي تاجروا والذي بالفنادق هذه مشكلتنا، هذه مشكلة الشعب، لا هم الذي قادوا. يا أبو عبد الله، طيب خلينا واصل. طيب واصل. الناس في الجبهات قاتلوا، أنت تتشفون بينما أنت كنتم معاه في خندق واحد. يا أخي خلينا من كانوا قد خرجوا الأبطال وقدموا. يا أبو عبد الله إذا كان في ديننا الإسلامي، الإسلام يقب ما قبله، هذا قد دفعوا رؤوسهم، عاد باقي رأس أغلى من علي عبد الله صالح والأمين العام، ادي لي واحد من قادة الأحزاب اللي تحدث عنها قدموا هكذا تضحية. كلهم قدموا أولادهم وأخوانهم قادة الأحزاب، بينهم هؤلاء الصفوف يقاتلوا، ادي لي معركة واحدة، ادي لي جبهة واحدة بينهم اللي غيرهم في فنادق القاهرة، بينما هم في قدمة الصفوف قادة الأحزاب. يا أبو عبد الله، في الجوف وفي غيرها وفي تعز وفي جميع، احنا ما ننكر دور الأبطال، الذي في الجبهات تاج على رؤوسنا من أي حزب كان،
احنا نتحدث عن القاده، القاده الذي بيتاجروا. لكن لن يسقطون، ثابت ينزلون في الجبال ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك ابو عبد الله، شكرا لك. متصل جديد. الو الو، مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اشتي اشارك معاه. تفضل يا اخي، انت على الهواء، من معي؟ تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام، من معي يا اخي؟ بس عندي رسالة. طيب عرفنا عليك، ابو من؟ ابو علي. تفضل يا ابو علي. معك ابو علي. طيب انت على الهواء يا ابو علي، تفضل. تفضل يا ابو علي. موجود ولا راح يا شباب؟ الو يا ابو علي، فحط، عيد الاتصال، عيد الاتصال. متصل جديد. الو الو، مرحبا. الو هلا ومرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا اخي الكذب هذا والدجل. احنا نمارس الدجل ولا انتو؟ الدجل والكذب اكتبوا على الشعب اليمني، لكن بين الانسان لكن خارج اليمن انتم. طيب ابو من، عرفنا عليك. طيب اول حاجه، انا طيب. خارجي الله اعلم فينك. طيب عرفنا عليك يا ابو صرخه. ابو من؟ الو، موجود ولا راح يا شباب؟ انا اسمعك. طيب احنا نمارس الكذب والدقل ولا انتوا يا ابو صرخه؟ كلكم كذابين. ما الذي صنعته لهذا الشعب غير الموت يا ابو صرخه؟ ايش فعلتوا؟ ادوا لي مشروع واحد. اسكه مستعدين بالواجهكم بين الأبطال. يلا بين الأبطال الميدان. شكرا لك. بعده يا شباب، مع أنه صوتك بيتقطع. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، أنا أبو عفاش جار فارس. أهلا يا أبو عفاش، واصل. أول انقطع منك الاتصال. أيوة يا أستاذ فارس، أنا قصدي أنه تعبنا من الحرب وتعبنا من المجاعة وتعبنا من كل شيء. هذا يعني قدك عارف انه مؤامره دوليه ليس بالامر السهل، لان نستسلم اهم حاجه عدم الاستسلام وعدم الياس وعدم الاحباط. اكيد اكيد. خلاص يعني الناس، انت تتوقع انه الان مثلا جماعه الحوثي متوقفه تماما؟ كل يوم كل يوم شهداء، وكل يوم يحاول الحوثي بكل ثقله. ايوه بكل ثقله، ما استطاع يستعيد حتى شبر واحد. ما داري مما طهره الابطال، شبر واحد ما استطاع يحرره، سواء في الحديده او في جبهات ال أو في جبهة القوف الآن، أو في جبهة الضالع. أيوة طيب. بس يا أستاذ فارس إحنا نشي تنتهي هذه يا أخي، كلنا نقول، لكن المشكلة أنه معنا مشكلة طامة، معنا اسمها شرعية مع الأسف. لا حد الآن ذا الحين، لو خرج الشعب صح. وقال نفوض بتشكيل مجلس عسكري ولا نفوض فلان وزعطان، لكن الشعب قيد من جهة، والمؤامرة الدولية من جهة، والحكومة راقدة من جهة، فأمانة أمامنا كارثة، كارثة من التراكمات ومن الأخطاء. حبة حبة تحتل إن شاء الله. صح. أهم حاجة لنا يا أستاذ فارس، هم قصتهم الآن يا أستاذ فارس إنه أسرة عفاش عادي شي تعود إلى السلطة، السلطة غصبا عنهم. يا أخي الصندوق والحكم، عفاش غير عفاش، الشعب الذي حيختاره يجي على رؤوسنا، حتى ولو كان الحوثي. متى ما اختار الشعب رجع للدستور والقانون على رؤوسنا. اما بالعنقهيه والغرور حرام، ما استسلم. لا لا، شكرا لك يا ابو عفاش. الا الحوثي ما نشكي في السلطه. احنا قلنا أبداً. ولو يعني ضربنا مثل، متى حتى يعني احنا ما يهمناش فلان يجيب زعطان فلتان، يهم الشعب اليمني يتخارج من هذه الفتنه، ثم يعود الناس الى الصندوق، الى شرعيه الصندوق، من معه مشروع سياسي. تفضل. يا بيتي تفهم الشرعية هكذا، أنا أقول الشرعية محجورة بحجر الله. إنه يخارجونا منهم بأمانتهم ونتذكر ذكرياتهم، يعني لو فعلوا حاجة قليلة لهم. إن شاء الله، أحييك وأبو عفاش، إن شاء الله تصل رسالتك. تحرك فيهم نوع من المشاعر إن شاء الله هكذا. أحييك. تحية لك يا أبو عفاش، متصل جديد. ألو. ألو، مرحبا. هذا السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ حياك أخي، تفضل، من معي؟ أبو مهند.
حياك يا ابو مهند، تفضل. اول بنعزي محافظ القوب على استشهاد الناظر البطل صادق رحمه الله عليه، نعم، وكل الشهداء. ونقول حان للشعب ان يقول كلمته، ان يخرج على نطاق الشرعيه، ان يشكل مجلس عسكري، مجلس سياسي، مجلس ان يقود الشرعيه، خلاص لا شرعيه. لأن الشرعية هذه هي سنوات أو سبع سنوات الآن هي اللي والله يا أبو مهند ما قد وقع في التاريخ، ما قد وقع في التاريخ من يوم ما خلق الله هذا الكون إنه شرعية خمس سنين خارج البلد، وعادوا مع ذلك يقول لك شرعية. يا جماعة أقل حاجة المجتمع الدولي الذي ظل يكذب لعشرات السنين إنه مع حقوق الإنسان وحقوق الحيوان طلعت أيضا كذبة كبرى، حتى المجتمع الدولي تاجر بالشعوب العربية والإسلامية. الشرعيه هي محافظه على مكانتها، على الفلوس، تستلم الفلوس وقاعد في الفنادق وتمشوا ويدرسوا اولادهم في المدارس الخارجيه، واعتبروهم لانهم ما كانوا يحلموا يصلوا لهذا المكان. هم كانوا شو لم تحلم تصل لهذا المكان، وصلت الان في المكان هذا متمسكين فيه. البلد يضيح يموت ينتهي، ما عندهم مشكله، اولادهم يدرسوا في مدارس اخرى، اكلين رواتبهم بالدولار، والجنود الذين يضحوا معهم بدون رواتب. ان شاء الله تفرق يا ابو مهند، ان شاء الله، ان شاء الله يتجاوز اليمن هذه المرحله. يعني طبعا الكل يعرف يا جماعه انه الفتنه ليست على اليمن فحسب، هنالك مؤامره قادره على الوطن العربي بشكل عام، وما زالت بعض الدول العربيه تدفع الثمن حتى اليوم، من ضمنها العراق، سوريا، يعني ليبيا، من ضمن واليمن وغيرها من البلدان العربيه. احييك يا ابو مهند، شكرا لك. السلام عليكم. هلا ومرحبا، عليك السلام. تفضل اخي، من معي؟ هلا ومرحبا، من معي اخي؟ من معي؟ السلام عليكم. وعليك السلام، عرفنا عليك يا اخي، انت على الهواء. غير يا شباب، ما في صوت. اعود واكرر اذا المشاهد الكريم لمن لم يسمع انه نتحدث اليوم او نكشف ونفضح ونعري ميليشيات الحوثي التي تتشدق او تتحدث أو ألو. تستعرض بين الحين والآخر أنها صنعت وفعلت. ألو، مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال طيبين؟ حياك أخي، من معي؟ معك أبو محمد. تفضل يا أبو محمد، إيش الموضوع اليوم؟ حول يعني كذب وزيف الحوثي أنه صنع منظومات عسكرية وطلعت كلها كذبة وفضحة كبيرة. كيف كذبة؟ والطائرة اللي نزلوها في الجوف بيش نزلوها؟ قد اكتشفنا الصواريخ من فين جات يا ابو محمد، الصواريخ معروفة من فين جات وكيف وصلت للحوثي. يا حبيبي تفضل، تفضل يا ابو محمد، معك. الو، ايوه، اي عيد الاتصال يا ابو محمد، فصل من عندك. الو، مرحبا. الو، الو، هلا هلا ومرحبا، من معي اخي؟ معك ابو ايات. تفضل يا ابو ايات، انت على الهواء. كيف حالك اخ طارق؟ نحمد الله. اسمعني من التليفون يا ابو ايات. تفضل يا ابو ايات. انا من هنا والله انا نتوجه انه القاتل والمقتول كله يمنيين. نعم، صحيح. بغض النظر عن أن الحوثي هذا إصلاحي، هذا مؤتمري، هذا كل يمنيين في الأخير، كل يمنيين، صحيح. لكن ندعو من القاعدة هذولا اللي في الفنادق نايمين، اللي في الفنادق، نعم، أن يستحلوا وجيههم. كفاية خمس سنين تاجوا بدماء الناس، خمس سنين يستحلوا وجيههم. ما هو الحل طيب؟ ما هو الحل يا ابو ايات؟ ما هو الحل؟ قلت له مشكلة، الحل ان نوحد الصف، نوحد مجلس عسكري يقود البلاد ويخيم هذه الازمه بتاعنا. اشكرك يا ابو ايات، وان شاء الله تصل رسالتك، تحيه لك. هذا اذا كان هنالك مجتمع دولي يحترم اراده الشعوب، اما مجتمع دولي يمارس الكذب ايضا والتدليس والمتاجره بدماء واشلاء العرب والمسلمين، فهذه ايضا لعنه تاريخيه ستضاف الى رصيد المجتمع الدولي. ومتصل جديد. الو، الو، يا مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. كيف حال؟ حيا ومرحبا، معي اخي. معك
معك ابو لؤي. ابو لؤي معك ابو لؤي مرحب. ابو لؤي مرحب. طيب تفضل تفضل انت على الهواء واصل. تفضل يا ابو لؤي. الله بالنسبه يا اخي الحلقه اليوم توقيت هذه يدبر نفسه منين احنا من امريكا ومن اسرائيل ومن ايران من يدبر نفسه احنا نشتري شيء تدبر نفسه وتحرك الجبهه احنا من منتظرين ان يسمعوا ان سمعتوا تبدي لها احسن سيد اليهودي يسرح. طيب يا ابو لؤي احنا نقول انه هذه الميليشيات التي تمارس الكذب ويعني والتزلف انه صنعوا 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 لانه حتى الان ما بيش معهم اي مشروع. احنا دائما في اليمن ما بتصنع شيء. المهم يغرر على اولاد الناس اهم حاجه اهم حاجه يا ابو لؤي. صوتك بيتقطع طيب ما انا سامعك. شكرا يا ابو لؤي. غيره يا شباب. احنا نقول للمشاهدين الكرام انه ليست المساله يا ليت مثلا الحوثي وقع حتى يوم كذا شجاع واعترف وكان في موقع المظلوميه وقال له هنا يكفي وقفوا الحرب وعادوا الى 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 العقل والمنطق وحقنوا الدم اليمني وقالوا يا جماعه معنا مشروع سياسي خلاص. لكن ايش يحكم بقوه السلاح وينفذ مشروع اجنده ايرانيه وكل يوم يظهر يتبجح على انه بطل وأنه استطاع أن يصنع ويصنع وكلها أكاذيب. أقسم بالله لم يصنع شيء وأنه كلها أكاذيب وتزييف يضحك على بسطاء الناس وعلى أبناء القبائل. ألو مرحبا. ألو ألو يا مرحبا معك أبو علي. تفضل يا أبو علي الأول بالله واحد جديد. أول أول تفضل يا أبو علي واصل. السلام عليكم رسالة. تفضل اتفضل قول يا ابو علي. الو الو مرحبا ابو علي ولا واحد ثاني. الو راح يا شباب. من عندك قطعت يا ابو علي احنا ما نقطع على احد. عيد الاتصال وصل رسالتك كما تحب. اعود كريدا المشاهد الكريم. عندنا ابو مثل اليمني يقول من تغدى بكذبه ما تعشى بها. اليوم هذه الميليشيات الحوثية التي دائما ما تحاول أن تغدي الشعب بكذبات مش كذبة واحدة. كذبات إنهم معهم منظومات دفاعات قوية وأحيانا صواريخ وأحيانا وأسماء وأسماء كلها ما أنزل الله بها من سلطان. يعني استعراض بطولات. هم ماشيين على قاعدة إنه الحرب هيمنة أو هنجمة مثل ما يقولوا. طيب أنتوا يعني تذهبون ببسطاء الناس وأبناء القبائل إلى هذه المعارك الخاسرة. حانبين بمشاريع عفى عليها الزمان من قبل 1400 سنة. اليوم الناس يؤمنون بأمن باستقرار بتكنولوجيا بصناعات متطورة. ألو مرحبا. سلام. سلام ورحمة الله وبركاته. طيب. يا مرحبا. ألو أوكي. السلام عليكم. وعليك السلام. وعليك السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك. من معي يا أخي؟ معك أبو هاني. أبو هاني نعم. طيب تفضل يا ابو هاني انت على الهواء. الو واصل يا ابو هاني انت على الهواء تفضل. اسمعني من التليفون. الو غيره يا شباب. عيد الاتصال يا ابو هاني لا تضيع لنا الوقت. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. أبو بسام. هلا يا أبو بسام تفضل يا أبو بسام. يا صاحبي أنا الحوثي يلعب دور إذا وما ما دامها أي واحد يعني في اليمن. والله ما أنا سامعك يا أبو بسام صوتك بيتقطع. حاول توضح يا أبو بسام. وغيره يا شباب ما في صوت. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليك السلام. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. تفضل اخي من معي. كيف حالك يا اخ فارس؟ حيا ومرحب عرفنا عليك. معك
معك ابو زربه. تفضل يا ابو زربه. كيف حال يعني احنا نطلب من الطارق من الطارق تحقيق جبهة الحديدة ولا يحسب الحكومة لان الحكومة هذه فاشلة. ثم القادة بالحكومة الشريفة والحوثيين يساجدوا بدماء الشعب اليمني والشعب اليمني الضحية. صحيح. طيب حاول توضح صوتك. نحن نطالب. وضح صوتك افضل يا ابو زربة لانه الصوت بيتقطع كمان. نحن نطالب العميد طارق بتحريك جبهة الحديدة وان يدق الحوثيين مثل ما عليه عمل عليه الزعيم علي عبد الله صالح بعام 94. نعم. ولا يحسب لعبد رب منصور هادي ولا لاي قائد بالتركيز الثاب. والله هذا مطلب شعبي لكل اليمنيين انه كل الجبهات تتحرك مش الا جبهة الحديدة يا ابو زربة، بس مش عارف انا هؤلاء الناس على ايش راهنوا يعني؟ الى متى بيظلوا في الفنادق؟ ولماذا التحالف ما يقول يا خبراء لا هنا ويكفي؟ 5 سنين ما وقعش في التاريخ 5 سنين ضيافة لا في عادة العرب ولا في عادة القبيلة ولا قد سمعنا في التاريخ انه 5 سنين تضيف ناس. يا اخي الفلوس اللي تصرفوها على هؤلاء الناس شعبكم اولى بها، لا هنا ويكفي ورجعوهم الخنادق، رجعوهم المحافظات المحررة. هؤلاء يعني اسرهم واقاربهم يصرفوا عليهم من يدخلوا من عبد الشعب اليمني ومرتاحين، وش عليهم؟ الشعب اليمني هم الضحيه والمساكين والشعب. صحيح. بعد فرجاء. السلام عليكم. وعليك السلام، شكرا لك يا اخي العزيز. من معي يا اخي؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. معك ابو طلحه. اهلا يا ابو طلحه، تفضل. اولا انا طالب العميد طارق محمد عبد الله صالح لتشكيل مجلس عسكري. وندعو ابناء الشعب اليمني الى التلاحم مع العميد طارق، لاني حكومه الفنادق هذه جالسه نايمه 4 سنوات 5 سنوات هم نايمين. وهذا السادسه يا ابو طالب محمد. واحنا نطالب محمد بن سلمان باخراجهم من المملكه العربيه السعوديه لانهم بياكلوا من بدم الشعب اليمني. احنا مع ندعو طالب محمد بن سلمان والملك سلمان ملك الانسانيه يوقف مع ابناء الشعب اليمني، اما هذه ما هو الا الحاله هذه، احنا نطالبهم يوقفوا مع الشعب اليمني في مجلس عسكري وما للبلاد الا لها. لا بد من تفرج يا ابو طلحه ان شاء الله، خلوا املنا بالله كبير، ما نيأس ولا نحبط، ممكن هكذا في لحظه تاريخيه يصنف فخامه الرئيس ويفعل خطاب تاريخي، يمكن خلونا نتفائل يعني. يا ابو طلحه موجود ولا راح؟ شكرا لك. ما متصل جديد. الو الو مرحبا، طلع لنا العنوان يا اخي شرف. خلينا وعليك السلام ورحمه الله. خير انتم. حيا، من معي يا اخي؟ ابو رياح. ابو رياح. الله الله الله، تفضل يا ابو رياح. مباشر؟ ايوه مباشر، تفضل قول، عبر عن رايك. انا عارف ان من اصحاب الصرحه. انا اتعجب اخذكم هذا الذي دائما ما تغشون الشعب اليمني به. ان ميليشيات الحوثي تكذب وان ميليشيات ايش رايك يعني؟ صادقين ملائكة في من دائما هذه المجابر دائما. الشعب اليمني يا سيدي الان واعي على هذه البرامج حقهم. الشعب اليمني الان اصبح في ثقافه جبرانيه عظيمه جدا. لا يستطيع احد ان يروج لهذه الاشياء. يا ابو رياح. طيب يا ابو رياح اسمعني، طيب انا بسمع لك لو سمحت. طيب اسمعني، الثقافه القرانيه هذه حقك ليش اليمنيين ما كانوش مؤمنين ولا كيف؟ ولا كانوا مسلمين؟ كانوا مسلمين يا سيدي، لكن دجنوا سوء اسلامهم بثقافه الملعونين من اليهود والنصارى. اين اسلامكم يا اخي الذي دائما ما كنتم وين اليهود هؤلاء؟ وين اليهود والنصارى يا ابو رياح؟ والان اصبح اسلامكم اليهود والنصارى اينهم؟ اسلامكم الان امام اليهود والنصارى التطبيق داين. طيب يا ابو رياح، من انتم تحاربون انتم يا ابو رياح؟ انتم تحاربون بالسلاح اللي صنعه اليهود والنصارى. انت اليوم ربما لابس قميص من تشمه من حق الذي صنعه اليهود والنصارى. انت ترمي بالرصاص اللي صنعها اليهود والنصارى. ماذا صنعتم انتم؟ ايش معك من مشروع صنعته حتى نؤمن بك يا سيدي؟ صنعنا الكثير يا سيدي. ما هي ايش اللي صنعت؟ احكي لي. صنعنا كثير من الاشياء، صنعنا الانتصارات والبطولات وتجددنا في كثير من الجبهات والمحاور. بس هذا اللي صنعته؟ القتل والدماء عشان تحكموا يعني؟ موجود الا فحط يا شباب. يا ابو رياح عيد الاتصال، عيد الاتصال، راح اتصالك. لكن مع الاسف احنا نذكرك انه مهما كذبتم على هذا الشعب، مهما مارستم من كذب تزييف اصبحتم مفضوحين.
اقسم بالله لولا تراخي الحكومة الشرعية انه قدمتوا في القروف مرة اخرى وانتم في الكهوف وان الشعب يلاحقكم رجال ونساء وكبار سن، لكن ما نسوي هذه لعنة تاريخية حلت بالبلد وقريبا ستنتهي، وكل ظالم نهاية دائما ما نقول. الو مرحبا. وعليك السلام. الو كيف حالك اخ فارس؟ حيا ومرحبا معي اخي. من معي اخي تفضل. معك كاسر اليماني. اهلا يا ياسر اليماني تفضل. كاسر 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 تفضل يا كاسر انت على الهواء. الله يتفضل عليك. اولا نتمنى من الله ان يزيل هذه الغمه التي جاءت للشعب اليمني. امين يا رب. ان شاء الله ربنا ان شاء الله ربنا ينصرنا على هذه الميليشيا الذي انتم ادخلتوها في الشعب اليمني. احنا اي والله انتم الذي تعاونتم معها وادخلتوها. قصدك في 2011 الشعب اليمني؟ قصدك في 2011 ولا فين يا تخرجها؟ ولكن يا كاسر تستطيعوا. يا كاسر قصدك احنا في 2011 لما قلنا حيابهم ولا متى؟ ولا لما قلنا عادت عمران لاحضان الدوله؟ ولا لما فحطنا من صنعاء والدوله بايدينا واحنا حكومه؟ كيف يعني؟ طبعا بس لا تنسى انه يوم لا تنسى ان ربه هو منكم مؤتمري. وحتى ولو كان مؤتمري يا اخي مش العيب يعني، ما نقولش انه معصوم من الخطا، اذا اخطا نقول له اخطات. اليوم نقول لعبد ربه يا فخامه الرئيس انت اخطات في هذا الشعب اليمني، سواء كنت مؤتمري وكنت من كنت، في الاخير معنا حب وطن وشعب. انتم خطاكم كبير، لازم تصلحوا خطاكم، تخرجوا الحوثيين من اليمن. كيف؟ طيب واحنا ما نفعل الان؟ نغرش بصال بالله عليك. ايش بيفعلوا الرجال في مختلف الجبهات؟ من الذي وقف جبهه الحديده؟ لا زي ما دخلتوهم خرجوهم انتم، شوفوا ورونا. طيب من هو اللي دخلهم يا ابو كاسر؟ يا كاسر انتم المؤتمريون، انتم المؤتمريون الذي تحالفتم معهم، سلمتوهم الجيش، سلمتوهم الدوله باكملها. واللي فحطوا يعني وراحوا حتى اليوم خمس سنين ايش فعلوا؟ وهم دوله يعني مش 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 راضين تعترفوا انكم فشلتم في اداره الدوله وفي في في حسم اي جبهه وترموا اخطائكم في في, في الاخرين، ليش؟ الى متى يعني؟ والله اذا كان خطا ثوره فبراير خطا، فخطاكم كان اكبر من هذا الخطا. يا كاسر كذا تشيها من الاخير. على على الحكومه، حكومه الاخوان تقدم استقالتها، تقدم استقالتها، يقعوا محترمين وقالوا يا موتانا تسلم السلطه واحنا نتحمل المسؤوليه، بنطهر اليمن من ارضها وبراها وبحرها. ما احترامي لك، حكومة الإخوان ما فيها فرد واحد هو الذي أنتم تقولوا أنها علي محسن الأحمر. لا 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 لا، علي محسن هو شخص، لا تنسى ذلك. لا 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 لا، كل ما... لا الآن من يدير الدولة وهي حكومات الإخوان الذي فضحونا في أكثر من جبهة يا كاسر، مع الأسف معك اسم أكبر منك. يا أخي أنا أبغاكم تعترفوا على خطأكم وتخرجوا. يا أخي الكل أخطأ، إحنا ما قلناش معصومين من الخطأ يا كاسر. هذا هو المطلوب. أنتم مش راضين تعترفوا بالخطأ، ولا الحكومة راضية تعترف بالخطأ، الكل أخطأ، الكل أخطأ، إحنا ما قلناش معصومين. بس في تفاوت الخطأ. في بعضهم سار، من الذي دخل اليمن تحت البند السابع غير الحكومة اللي تحدث عنها؟ من الذي قلب الحرب لليمن غير الحوثي والإخوان يا كاسر؟ من الذي دمر البلد هذه 30 سنة؟ اللي بناها المؤتمر في 33 سنة دمرتوه لأجل نزعة شهوة السلطة، شهوة الحكم. يا حبيبي أنت عارف أن صحيح أن لا ننسى أن علي عبد الله صالح والمؤتمر بن 33، لكن في 33 ضيعه في خلال شهرين، سلمها الميليشيا الحوثية أول ما دخلت صنعاء. والله قد الشعب عارف يا كاسر، مهما حاولت غالط الشعب عارف هذا الكلام وهذه النغمة. وحييك وهذا رأيك، شكرا لك. وغير يا شباب. ألو مرحبا. بعض الناس تقول له قيله يمين قيله شمال، قدو مبرمج، قدو خلاص داخله داخل راسه اسطوانة، ما عاب يشمعوا له هذيك الكلمتين اللي عبوا علينا. ألو مرحبا. ألو معك أهلا من جسمنا الجوز الطاقسي. من معي يا أخي؟ من؟ راح ولا موجود يا شباب؟ الو 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 ايوه مرحبا. كيف حالك؟ حيا مرحبا معي يا اخي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. هذه قناه اليمن اليوم. ايوه وانت على الهواء، عرفنا عليك يا طويل العمر. معك الملك العائشه. من؟ معك المنكر بلعده.
طيب واصل يا ادي لنا اسم. طيب ابو صرخه ابو كذا عادي مش اي اسم. ما ادري ابو صرخه ما ادري والله يا سي اقول لك عن بعض بس واحسب ما مش معك صوت. طيب حاول دور لنا صوت سواء. الو موجود ولا راح يا شباب؟ اذا المشاهدين الكرام داهم من الوقت وكان هذا اخر متصلين ما ادري ابو من. تحيه لكم اينما كنتم. دائما ما ننول الساده المشاهدين من فاته المشاهده على الهواء المباشر بالامكان الاعاده الساعه 12 بعد منتصف الليل 12:40 دقيقه. كما ننول الساده المشاهدين انه لمن لديه اي ملاحظه او اي اراء او اي فيديوهات او رسائل نصيه او صوتيه او رصد لميليشيات الحوثي وتحركاتها خصوصا الانتهاكات الاختطافات الارسال على الرقم الذي دائما تشاهدونه على الشاشه 0020111222853. تحيه لكم الى اللقاء.